ها هو الرئيس الجزائري يحط الرحال في مصر في زيارة تستمر ليومين لتكون جسراً واصلاً للعلاقات الوطيدة بين البلدين، فهي راسخة وممتدة. وفي إطار التشاور المستمر بين مصر والجزائر، يحرص البلدان على دفع مسارات العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، ومتابعة كافة قضايا الأمة العربية والتطورات الجارية على الساحتين العربية والإفريقية، في مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا والعراق وسوريا ولبنان، والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي في الدائرة العربية والإفريقية. حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر وصل إلى 392 مليون و700 ألف دولار خلال النصف الأول من عام 2021، وتتفق وجهات نظر الدولتين تجاه القضايا الحاسمة، خاصة في قضية إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن، إرث تاريخي من الدعم والمساندة المتبادلة. فقد ساندت مصر الجزائر في ثورتها العظيمة في مواجهة الاستعمار الفرنسي عام 54 وحتى تحقق الاستقلال. قدم شعب الجزائر الضحايا من أجل أن يرفع علم الجزائر الحرة، ولم يتوانى رغم كثرة الضحايا من أن يستمر في الكفاح. وفي حرب السادس من أكتوبر ساندت الجزائر مصر ودعمتها. نضال شعبنا وأمتنا لبلوغها والوصول إليها وتأكيد قيمها وأحلامها العظمى. مصر والجزائر هي روابط الأخوة العربية الممتدة على كافة الأصعدة. من مصر، محمد عبد العالم.